ازاي انضميتي لنادي الزمالك؟ مين اتكلم معاكي؟ مين بدأ معاكي المفاوضات؟ Well, I have an agent and لدي وكيل he came to me وأتى إلي with the offer بهذا العرض من to the club الزمالك، and it was an offer that I couldn't وكان turn عرض down لا يمكن أن and I أرفضه took it. وأخذته. قولي لي، كنت تعرفي نادي الزمالك قبل ما تنضمي او قبل ما وكيلك يكلمك عن الاوفر ده او العرض ده، ولا عرفتيه بعد ما اتكلموا معاكي؟ I never knew anything about لم the أكن club, أعرف but أي شيء عن after my agent النادي، told me about it ولكن and he بعدما also قال لي explained to me the research الوكيل through here, كل I did شيء my عن own النادي research. So before I وأخبرني knew it, عن هذا التاريخ I knew للنادي a few العريق، things myself. وأنا بحثت بنفسي وعرفت قيمة النادي. قولي لي المدة، انت تقريبا بقالك 3 اسابيع هنا، قولي لي انطباعك عن مصر، يعني حاسة بايه الاجواء هنا في مصر؟ الدنيا عاملة ازاي؟ بدأتي تتأقلمي اكتر مع الاجواء المصرية ولا لسه؟ Very, very nice people. ناس I لطيفة appreciate that. جدا You know, جدا، I come from a close وأنا family ممتنة and جدا being so لذلك. far away from home, everybody أنا is very آتي من welcoming. عائلة مترابطة Made me feel right at وأنا home. بعيد The عنهم weather is جدا، beautiful. ولكن الناس I come تجعلني from a أشعر cold state, وكأنني so قريبة منهم. I أنا appreciate من the nice weather and ولاية beautiful, beautiful ذات طقس country. بارد، ولكن هنا الطقس I was جميل. very happy to be أنا here. سعيدة جدا بوجودي هنا.